هذا الطوم ما كاينش شي كيبان في هذا بسميتو. اه يعني الهضره نهضر بحال الهضره. اذا السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، المتابعين الاوفياء لقناه شوف تي في، مرحبا بكم في هذا البث المباشر والحصري مباشره من مدينه العراج. اذا المتابعين الاوفياء كما كتشاهدوا في الصوره، للاسف الشديد هذا الدار تقريبا جزء ديالها راه طاح، وانها مهدده بانهيار في اي وقت، والناس كتعاني للاسف الشديد، الناس كتعاني للاسف الشديد طيح الدار هذه في اي وقت من الاوقات. اذا انا مباشره من المدينه القديمه مدينه العرايس، للاسف الشديد كما كتشاهدوا كما كتشوفوا السقف بدا كيطيح تقريبا، الصوره ابلغ عن اي تعليق. ها الحجر طايحين، هادو طاحوا من السقف، وانتم كما كتشوفوا كما كتشاهدوا راه تقريبا هادشي طاح على في السفلي. باب الثاني ريزو ما كاينش لتحت ياك. هذا طاح على فين كاينه تحتي، ما كنقدرش ندوز من تما ولا شحال، كيبقى يطيح ديك الشيء. وهذا الحجر، هذا الحجر طاح هذا السقف هذا اللي هنايا. اذا كنتمنوا من جميع المتابعين الاوفياء لقناه شوف تي في انهم يبارطاجيو هذا البث المباشر والحصري مباشره من مدينه العرائش، مباشره من مدينه العرائش. المتابعين الاوفياء كما كتشاهدوا كما كتشوفوا راه السقف طاح على مولا الدار. انا كما كانوا عندي الحوايج تما، كما كلشي طاح هكا ديك الشيء، بقى ما قدرتش نجبد ديك القشيعات سمحتي وما هكاك تما. دابا انا ما كنعيش فيه وعندي وليداتي بزاف هيداك، وفي الخطر كينعسوا هنايا.